القراءة الصباحية من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الفصل 15 من الآية 1 حتى الآية 47، الفصل كامل. وما أن طلع الصباح تشاور رؤساء الكهنة مع الشيوخ والكتبة والمحفل كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أأنت ملك اليهود؟ فأجابه قائلا: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشكونه كثيرا، أما هو فلم يجب بشيء. ثم سأله بيلاطس ثانيا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر ما يشهدون به عليك. أما يسوع فلم يعد يجيبه بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في العيد أسيرا من طلبوا. وكان المدعو برأبس موثقا مع أهل الفتنة الذين هم رفقاؤه الذين ارتكبوا قتلا في الفتنة، فصرخ الجمع وطفقوا يطلبون ما كان يصنعه لهم دائما. فأجابهم بيلاطس قائلا: أتريد أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه كان يعلم أن رؤساء الكهنة قد أسلموه حسدا. فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالأحرى برأبس. فأجاب بيلاطس وقال لهم: ماذا تريدون أن أصنع بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصاحوا أيضا: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: فأي شر صنع؟ فازدادوا صياحا: أن اصلبه. فأراد بيلاطس أن يعمل للجميع ما يرضيهم، فأطلق لهم برأبس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. فذهب به العسكر إلى داخل الدار، أي دار الولاية، وجمعوا الفرقة كلها وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك وكللوه به، وجعلوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربون رأسه بقصبة ويبصقون عليه ويجثون على ركبهم ساجدين له. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه وخرجوا به ليصطبوه. وسخروا رجلا عابرا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرانوي ابن الإسكندر وروفوس، أن يحمل صليبه. وأتوا به إلى موضع الجلجل الذي تفسيره موضع الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يشرب. ولما صلبوا اقتسموا ثيابه بينهم مقترعين عليها ما يأخذ كل واحد منها. وكانت الساعة الثالثة وصلبوه، وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فتمت الآية القائلة: وأحصي مع الأثمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقض الهيكل وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة كانوا يهزؤون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين ونفسه لا يقدر أن يخلصها، فلينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن به. وكان اللذان صلبا معه يعيرانه أيضا. ولما كانت الساعة السادسة خيم الظلام على الأرض كلها حتى الساعة التاسعة. وفي التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: ألوهي ألوهي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين وقالوا: هإنه ينادي إيليا. فأسرع واحد وملأ اسفنجة بها خل وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: دعونا ننظر هل يأتي إيليا فينزله. وصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. فانشق حجاب الهيكل 2 من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد 100 القائم مقابله أنه أسلم الروح، صرخ قائلا: في الحقيقة كان هذا الإنسان ابن الله. وكان أيضا نساء ينظرن عن بعد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير وأم يوسى وسلومي، اللواتي كنا يتبعنه أيضا ويخدمنه حين كان في الجليل، وغيرهن كثيرات كنا قد صعدنا معه إلى أورشليم. ولما كان المساء، إذ كانت التهيئة التي هي قبل السبت،
جاء يوسف الذي من الرامة، وهو مشير تقي، كان هو أيضا ينتظر ملكوت الله، فاشترأ ودخل على بيلاطس وطلب جسد يسوع. فاستغرب بيلاطس أنه قد مات هكذا سريعا، فاستدعى قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات، ولما أعلمه قائد المئة بذلك وهب الجسد ليوسف. فاشترى يوسف كتانا وأنزله ولفه في الكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسى تنظران أين وضع. والتسبيح لله دائما.